هتلاقي انست تيوبيتي بس انسخ اللي هي فاكر انها اندر مايند ايدج دي، هتلاقي فايبروزس، ممكن طبعا تلاقي فوكال كورد باراليسيس، ممكن تلاقي جرانيوليشن. بس انت لو خلاص عرفنا ايه انت اعرف القواعد العامه، جرانيوليشن انسر امبيد فوكال كورد موبيلتي من فايبروز، ما هم يا جرانيوليشن يا انسر فايبروز. انفستيجيشن طبعا هنزود عليهم بتوع الشيست. التريتمنت المفروض ان تبقى عارف اسامي الانتي فيكتور دراجز، ريفامبيسين والبرا امينو ساليسيليك اسيد وستيرويد 1 سي. طبعا برضه لو عندك تراكيوستومي سيفير كيس، التي بي بيجي بوستيريور، السيفلس يجي انتيريور. تمام، عشان تبقى مقارنه بيه ليه، عشان مور فاسكولار، عشان السيفلس از ديز اوف فيسل كريبوليوم بلا دم برايمري سكند تيرشي. الكلام بقى العادي هورس ستريد، ومفيش اي حاجه غريبه يعني. جمع او ديفيوز انفلتريشن انفستيجيشن دي عادي، زي نزود عليهم السيرولوجي بتاع فاكرين الوضع المايك تيست ومش عارف الحاجات الغريبه دي بتاعت السيفلس مكتوبه في النوز. تريتمنت بالسيل اللوبس ده تي بي مش محتاج نقوله. الليبروسي بتاع الجزام اللي مش موجود دلوقتي برضه من الجوز الفا فيبروس. خلي بالك على فكره كلهم فيهم مثبسين بالمناسبه، لو تركز كله ما عدا ايه؟ ما عدا السيفلس بنسيل. السكليروما ريفامبسين واخواته، ريفامبسين ريفامبسين زمان كنا بنكتب ريفامبسين بس، دلوقتي بقينا بنقول ايه لا المور ريسنت بتدي سيبروفلوكساسين، لكن في ريفامبسين. التي بي ريفامبسين واخواته، ريفامبسين وبرا امانو ساليسوليك اسيد وايزونايزايد ومش عارف ايه. طيب اللوبس بدل زي التي بي. الليبروسي ريفامبسين ودابسون، دابسون ده زي سلفر. تمام، الوحيد اللي هو مش ريفامبسين اللي هو ايه؟ السيفلس. تمام، الفانجس مش مهم، الفيليكوندرايتيس شكلكم طيب. المره الجايه زي